عضاني على ريلي والكل يقع يشيله وانا طق طراق والطبعة اللي احنا موجودة. اليوم جايب لكم فيديو جديد. اليوم طبعا نخلي بلاك ولونا تعرفون على الكلاب الثانيين، طلعنا وايد كلاب اليوم. اليوم راح نودي بلاك ولونا مكان وايد وايد حلو، راح نلعب وياهم وراح نوريكم فلوج يعني شنو نسوي بلاك ولونا. وبس لا تنسون تعطونا لايك وشير وسبسكرايب، واهم شيء اهم شيء اهم شيء كود لاتم شوب PHO2KW، ولا تنسون تكلمونا بفيديو اذا تبون اي شيء. لونا الحين بنوديهم. طبعا الحين وصلنا المكان. كابلوك حبيبي بلاك، كالونا هناك. الحين راح نطلعهم راح نوريكم شنو بنسوي. شوفي كذي شوفي اي ردينا البيت وحدنا تعبانين بالنوم هلكانين، بس قلنا لازم نسولف وياكم شوي لان من الناس ما قدرنا نسولف مع الازعاج، والكلاب كانوا وايد ما شاء الله عليهم ما يقعدون وايد يلعبون. عادل شنو يعني عادل؟ اوكي خل اكمل لكم بوريكم شنو شريت من هناك. اليوم شريت وايبس اوكي، وعشان ننظف الكلاب لان كلش كلش مو زين تسبحون الكلاب اكثر من مره يعني وايد وايد فهمتوا. وشريت تريت انزين،
التريت وهو حق الكلاب عشان يسووا شيء زين تعطونهم اياه. عادل يعطي كل الكلاب ما سوى ولا شيء بس تريت يلا هاك تريت يلا هاك تريت يلا هاك ويعطي كل الكلاب بس بلاك لونا ما يعطيهم. ما في رد نكمل اختي. المهم نكمل انزين. وبعدين شرينا هالتريت الثاني حق اللعبه لما العب وياهم اعطيهم، هذا سووا شيء زين اعطيهم وهذا اذا لعبت وياهم اعطيهم اياه. اوكي وبعد شرينا ليش جديد لان ليشنا القديم كان سيء وايد سيء، هذا وايد احسن. والحين صار دور الاسطوره. اوكي نبدا لقائنا بتكلم عادل. اولا واحنا راجعين من السياره رحنا جمعيه بس كذي، وشنو كنا يم البيت الجمعيه من البيت، شحنان كانت عطشانه وايد فتبي ماي من الجمعيه ما تنظر للبيت. شنو شرينا الماي يعني البطل، دفعنا الفلوس، حنان نسيت البطل هناك وانا ردينا بالسياره. نزلت من السياره عشان ماي وما ادري شنو اخشي نسيتي. عبيطة متى استوعبت ان الماي مو موجود لما رحنا السيارة؟ اي عقب ما ركبنا ومشينا وين ماي؟ عبيطة مشينا في ماي بالسيارة بس كذي يعني اذية اذية حق الاذية بس يعني ترى هو يعني قاعد يتشذب في نص مفقود انه ترى مو نازلين جمعية عشان يبون لي ماي، نازلين عشان هو ياخذ برد، صح ولا مو صح؟ لا مو صح والله مو صح. لا تحلف ابي اول ما رحنا قلت ابي برد بس احنا إيه نازلين عشان شنو؟ عشان روان تبي؟ شنو تبين كنتي؟ ما ادري بس بفر بالجميع. اي كان بس يعني عشان روان انا مالي شغل عليه، قلت لهم ابي ماي. لا لا البيت كان قريب. لا لا البيت لانه قريب صح اخر شيء نسيت. اي هو شنو؟ لا تكفى تكفى عشان بموت. انا قلت بموت؟ اي اي صح قلت بموت من العطش نسيت. زين فالحين خالك كمل. واو يلا كمل عاد الفضيحه فضيحه يلا قول. يمكن هناك صار شيء خيالي. بس 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 تكفى يقول شيء خيالي. كان في كلب عضاني على ريلي والكل يقع يشيله وانا طق طراق والطبع اللي احنا موجوده بطل بطل ووو. بطل ماي شوي 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 شوف العضه شوف هذول انا اشوف. وبعدين عادل وبعدين اقول لك شنو رحت فوق غسل يديني وكذي وقلت شنو في جرمين شبر فوق نط علي وعضاني على يديني وانا قاعد اموت اقول خلاص ودوه يقول لي قاعد يلعب معك يلعب معك ما بلعب معك. اي وهناك لعبنا مع بلاك ولونا وحيوانات الباجي نلعب انه يصيدوننا شي واحنا نحاش وشي ونصرخ وشي وهم يلحقونا يحكرونا بمكان واحنا عاد يعني يحكرونا بمكان هو يجي فهمتوا. اوكي عادل تدري اللي عضه كلب شو يسوون فيه؟ شو يسوون؟ يغزونه 17 ما ادري كم بس سبعه 27 ابره يغزونه لانه شوفي مكانين فيغزونه وايد وابرته سموم فراح نقول حق بابا يوديك المستشفى ويغزونك. اوكي اوكي خليك الحين اول واحد اللي عضاني شنو انا كنت ماسك ريحه بها قاعد اركض فيها كلهم يلعبون كل الشباب. اوكي في شنو؟ مو كان اكثر واحد يحب الكره ولي وقط الكرة وانا بعيدة عشان خلاص يروحون ما بي يلحقون يعضوني بس هو مات الكرة الكرة عندي. وبكذي وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تعطينا لايك وشير وسبسكرايب وكود لايك PHO2KW وبس والله باي.